قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب تأجيل افتتاح بعض المشروعات الإنشائية والخدمية بفرع الأهلي في الشيخ زايد، والذي كان مقررا له غدا الأربعاء، نظرا لما يتعرض له أشقاؤنا في فلسطين. وفي ذات الوقت يبدأ الأعضاء من الغد في استخدام تلك المشروعات المشار إليها والاستفادة منها. نشر عمرو السولية لاعب فريق الأهلي عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للمسجد النبوي في إشارة منه لسفره إلى السعودية لأداء فريضة العمرة، مستغلا فترة الراحة السلبية التي منحها الجهاز الفني بعد مباراة الإسماعيلي التي انتهت بالفوز بثلاثية. حقق فريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي فوزا كبيرا على الترسانة بنتيجة 32 نقطة مقابل 21 في إطار الجولة الثامنة بدوري محترفي كرة اليد للموسم الحالي، ليواصل الفريق الأحمر تصدر جدول الترتيب برصيد 24 نقطة محققا العلامة الكاملة في 8 جولات. أسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخبنا الوطني مع نظيره الزامبي الودي المقرر له مساء يوم الخميس عن ارتداء المنتخب القميص الأحمر والشورت الأبيض، بينما يرتدي منتخب زامبيا القميص الأخضر. حضر الاجتماع الفني مينا سامح إداري منتخب مصر وعبد الله سيد مدير المهمات. أقيم الاجتماع باستاد هزاع بن زايد في الإمارات الذي سيستضيف المباراة. نفدت حصة الجماهير المصرية لمباراة منتخب مصر والجزائر المقرر إقامتها في الإمارات يوم 16 من الشهر الحالي، استعداداً لخوض منافسات التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم. وبيعت تذاكر الجانب المصري ومعظم أنحاء الملعب لمباراة الجزائر بعدما طرح مجلس أبوظبي الرياضي تذاكر مواجهتي منتخب مصر الوديتين قبل أيام. بدأ منتخبنا الوطني الأولمبي بقيادة مديره الفني البرازيلي روجيرو ميكالي تدريباته على استاد المقاولون العرب استعدادا لودية الأردن المقرر لها يوم الخميس، ووضع ميكالي خطة المباراة والتشكيل الأقرب للمشاركة خلال المران. أعلن محمد النني نجم منتخبنا الوطني وفريق أرسنال الإنجليزي تأسيس نادي لكرة القدم في لندن لرعاية المواهب الشابة في الفئات العمرية المختلفة من سن 16 عاما وحتى 25، وعلق قائلا: مع الشغف بلعبة كرة القدم الجميلة والالتزام بتطوير نجوم الغد، أنني تم إعداد ناد ليكون المنصة التي تصبح فيها الأحلام حقيقة. يتنافس 10 لاعبين من البرازيل على جائزة الكرة الذهبية سامبا لأفضل لاعب برازيلي يلعب خارج البلاد لعام 2023، نظرا للأرقام الفردية والجماعية. جاء في مقدمتهم نيمار دا سيلفا نجم الهلال السعودي الذي سبق وأن اكتسح منافسيه في السنوات الثلاث الأخيرة، كما ضمت القائمة فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد الإسباني وأليسون بيكر حارس مرمى ليفربول الإنجليزي وكاسيميرو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي ومارتينيلي نجم أرسنال الإنجليزي. وضع النجم البلجيكي إيدن هازارد حدا لمسيرته الكروية بإعلانه اليوم الثلاثاء اعتزاله اللعب بشكل نهائي بعمر 32 عاما، مؤكدا أنه قرر الابتعاد عن ملاعب كرة القدم بعد 16 عاما حمل فيها ألوان عديدة للأندية الأوروبية الكبيرة خلال مسيرته، وخاض أكثر من 700 مباراة، معربا عن شكره لكل من أسهم في سطوع نجمه لمواسم عديدة. أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا اليوم رسميا منح بريطانيا وإيرلندا شرف استضافة بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم لعام 2028 على أن تقام نسخة 2032 في إيطاليا وتركيا. تسلم تيتي المدرب السابق لمنتخب البرازيل مهمة جديدة في البرازيل بعد تعاقده مع نادي فلامينغو لقيادة الفريق الكروي خلفا للمدرب المقال خورخي سامباولي. أعلن نادي إشبيليا الإسباني التعاقد رسميا مع ديغو ألونسو المدير الفني السابق لمنتخب أوروغواي لتولي قيادة الفريق الأندلسي حتى نهاية الموسم الكروي الحالي خلفا للمدرب المقال خوسي لويس من ديليبار بعد البداية الكارثية في الدوري الإسباني هذا الموسم التي أدت إلى تراجع الفريق للمركز الرابع عشر في جدول الترتيب.